إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لازلنا مع سلسلة الدروس المختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وموعدنا في هذا اليوم مع الدرس 28 من هذه الدروس، وهو يتعلق بغزوة تبوك وما بعدها من الأحداث. وغزوة تبوك نسبت إلى هذا البلد المعروف الآن الذي يقع في شمال المملكة وفي شمال الجزيرة، وتسمى هذه الوقعة بغزوة العسرة، نظرا للمشقة التي رافقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومسيره لهذا العدو العظيم. فقد كان العدو هو أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وكانت المسافة طويلة والمكان بعيد، وفي موسم شدة الحر، والجيش يحتاج إلى مؤونة، والمؤونة غير متيسرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبحت قبائل العرب داخل الجزيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثانويا، لكن الخطر المحدق هو هذا العدو الرومي الكبير الذي يزداد غيظا وحنقا على ما حصل عند العرب من هذا التكون ومن هذا الأساس العظيم الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من المدينة، فكون هذا المجتمع الذي يرى فيه الرومان خطرا على مصالحهم ونفوذهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلق عظيم، يصور هذا القلق ما جاء في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه هو وصاحب له كانوا يسكنون في عوالي المدينة، فكانوا يتناوبون النزول للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، والذي يذهب يخبر صاحبه بما رأى وما حصل. فكان هاجس الخطر الروماني دائما حاضر في نفوس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس أصحابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حصل
في ذلك الوقت انهجر زوجاته جميعا وانفرد في مشربة خاصة له بعيدا عن بيوته. علم الصحابة رضوان الله عليهم وتهيبوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. رجع هذا الصحابي صاحب عمر رضي الله عنه وطرق عليه طرق شديد، فخرج عليه عمر قال: ماذا عندك؟ قال: حدث أمر عظيم. قال: جاء الغساني، الغساني هذا هو نائب قيصر الروم مما يلي العرب. قال: لا، الأمر أعظم من ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. بالطبع هذه شائعة لم تكن صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم هجر ولم يطلق، لكن هذا القلق وهذا التوتر كان حاضر. ولذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى واختياره للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بمبدأ الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم ليواجه الروم في أرضهم، وحث الصحابة ومن حول المدينة للنفور لجهاد الروم، وأخبرهم بوجهته. ولم يكن هذا من طريقته ونهجه صلى الله عليه وسلم، دائما لا يخبر بوجهته من باب الاستعداد لمباغتة العدو، لكن لأن الأمر عظيم يحتاج إلى استعداد أخبرهم بوجهته حتى يستعدوا استعدادا يناسب هذا الأمر العظيم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البذل وعلى الإنفاق، لأن الجيش الذي استعد للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أكبر جيش قاده النبي صلى الله عليه وسلم، زاد على 30,000، بينما كان في فتح مكة قبل ذلك بسنة واحدة كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. والمهم كيف يجهز هذا الجيش. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، فبادر أبو بكر وعمر وخيار الصحابة الذين كان لديهم شيء من المال. يقول عمر رضي الله عنه: ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق قلت: الآن اليوم أسبق أبا بكر. فأخذ نصف ماله وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر عنده قد جاء بماله كله. ولذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقال بلغة اليقين والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى: ولا غرو، فهو الصديق الأكبر. قال: تركت لهم الله ورسوله. حينئذ عمر رضي الله عنه أدرك أنه لن يسبق أبا بكر إلى خير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عثمان أكثر الصحابة بدلا في هذا، حتى قيل إنه حمل على 1,000 بعير يجهزها بجميع ما تحتاجه من مؤن وسلاح. يأتي المجاهد يجد الاستعداد كامل، وحمل على 200 فرس، ولما ذهب إلى السوق ما وجد شيء يشترى لكي يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء ب1,000 دينار ذهب.
وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ووجهه يتلألأ سرورا، وقال كلمته المشهورة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني كأن عثمان رضي الله عنه قد سجل نفسه في سجل الفائزين، وأنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نفقة عظيمة، لكن مع ذلك كان الأمر أصعب، حتى إن الجمل الواحد كان يركبه أو يتعاقبه 18 صحابي. تصور كم يركب من اليوم والباقي يمشي إلى تبوك على هذه الحجارة وفي الرمضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كان يعتقب معه على البعير الذي يركبه 2 من الصحابة، كانوا 3. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب ثلث الطريق وثلثي الطريق يمشي، فكان الأمر فيه صعوبة ومشقة. وكان للمنافقين أدوار خبيثة، أدوار سيئة، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة وأقبل الصحابة، الذي يأتي بمد والذي يأتي بمئات الدنانير، إذا جاء الرجل بمد قالوا سخرية بما قدمه: الله غني عن صدقتك. وإذا جاء الصحابي بصدقة كبيرة قالوا: هذا رياء وهذا مرائي، قاتلهم الله أنى يؤفكون. حتى مع لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خروجه في رجب 9، ورجع من هذه الغزوة في رمضان من نفس السنة، كان لهم في الطريق مواقف سيئة، حتى أنهم في طريق العودة تآمروا على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسخرون ويستهزئون. ولذا نزلت فيهم آيات كثيرة في سورة براءة التي من أسمائها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، فكان لهم مواقف سيئة في هذه الغزوة، لا يتسع المقام والوقت لذكرها وإيرادها. وحصل في هذه الغزوة من المعجزات شيء عظيم، فنبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل معجزات ودلائل كثيرة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 15 يوما لم يلقى فيها قتال، وبعث خالد إلى أكيدر دومة الجندل فأسلم وعاهد ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز الأحداث المتعلقة بهذه الغزوة قصة الذين خلفوا، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم 80 من المنافقين و3 من خيار الصحابة. فهؤلاء المنافقون جاءوا يعتذرون اعتذارا كذبا، فاستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينفعهم لهذا الاستغفار لأنه لم يكن على حقيقة الأمر. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أما الصحابة الذين تخلفوا وهم كعب بن مالك ومعه صاحبة، فهؤلاء هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، ونزلت فيهم الآية التي تاب الله سبحانه وتعالى عليهم فيها، وكانت من أعظم البشارات التي حصلت لهؤلاء الصحابة 3 الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حصلت بعد هذه الغزوة قدوم وفد ثقيف مسلمين،
ومن الغرائب أنهم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لهم صنمهم اللات وأن يخفف عنهم بعض الصلوات، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ومن الأحداث التي وقعت بعد هذه الغزوة وقوع اللعان بين عويمر العجلاني وزوجته، ورجم الغامدية التي أقرت بالزنا، ووفاة النجاشي رضي الله عنه الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وهو ملك الحبشة واسمه أصحمة. ومن الأحداث أيضا وفاة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان، وقد حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حزن شديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي بنت ثالثة لزوجتكها. وآخر هذه الأحداث موت عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذه الوقعة، وقد طلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه حتى يكفن فيه والده عدو الله، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فلما أراد أن يصلي عليه مسك عمر قال: كيف تصلي عليه وقد نهاك الله سبحانه وتعالى عن الصلاة عليهم؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى خيرني. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لابنه وإكراما لقبيلته وفيهم من سادات الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل مصداقا أو تصديقا لرأي عمر رضي الله عنه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فجاء الأمر موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.